السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الصراحة هذا الفيديو هو عبارة عن يمكن لي نقول الفيديو اللي من بعد الإنجاز، إنجاز تاريخي، أنك غادي تدير فيديو على واحد السيد اللي مقهور أنه مكرفس في واحد الدولة وكتلقى استجابة من الناس. شكرا لكم كاملين اللي بارتاجيتوا ذاك الفيديو. السيد هو اتصل بينا الأمس، قالنا أنه الوضعية ديالو راه في الطريق ديالها باش تسوى. الناس اتصلوا به، كاين اللي ساعدوه، كاين اللي هذا، وقالنا ان واحد الجزائري من المتابعين ديالنا اللي كنشكروه من هذا المنبر، شكرا جزيلا لانك تفاعلتي. هذا هو المطلوب من اليوتيوبر، انهم يحاولوا حتى الناس اللي صيفطوا لهم انهم كيتكرفسوا، انهم مقهورين في شي بلاصه، نعاونوهم. ماشي اننا كنديروا هادشي غير من اجل ليفي، وين دير هادشي من اجل ليفي، من اجل باش تربح، ولكن ماشي ديما مره دير الخير. بحال الفيديو اللي درت انا، ما رديت منه والو في الادسنس، ولكن بالمقابل احنا فرحانين لانه عطى المفعول ديالو. انتصلوا دابا بالسي شفيق اللي كان في هونغ كونغ وكان واحد وما لقاش ما يدير، وبعد الفيديو اللي درنا جاوبوا معاه الناس وقدروا انهم يعاونوه. قال لي انه شي جزائري، المهم غادي تسمعوا كل شيء دابا من عنده. الو، السلام عليكم. السي شفيق بخير؟ بخير سيدي، الحمد لله. اللهم لك الحمد. شنو كي دايره الامور تما؟ من المشاهدين ديالك نيت. الاخ زيري هو ما باش يتعرف، ولكن المهم نشكره من اهل المنبر هذا. مسكين قال لي راه كان تيتسنى الصالير ديالو، ما عندوش، قال لي تيتسنى الصالير ديالو يشدو باش يقطع عليا. اذا كنحيوه من هذا المنبر، كنحيوه بزاف وشكرا ليه لانه قدر انه يعاونك. الحمد لله. مسكين زعما الله يعمرها دار، وقال لي دابا راه غدا ان شاء الله غادي يقطع عليا باش غادي يسد التربيات. كي غدا انت اصلا عندي مخر في الفيزا هنايا. وي، كي داير التفاعل ديال الناس اللي تواصلوا معاك واللي اتصلوا بك واللي سولوا فيك؟ عندنا مشكل في الريزو، نعاودوا ليه الاتصال. نعاودوا الاتصال نشوفوا، لان الصراحه تحيه لهذا الجزائري اللي كما قال هو على اللسان ديالو، قال لك انه ما بغاش يبان وما بغاش يتعرف، من حقه. والناس اللي كيديروا الخير هما هادو، ماشي الناس اللي كيبانوا كيقولوا احنا كنديروا الخير. الصراحه احنا فرحانين لان هذا السيد هذا حاولنا اننا نعاونوه، واخا ماشي ماديا، احنا غير معنويا حاولنا اننا ننشروا هذا الشيء، وكنا سبب. واخا الله هو اللي يدير كل شيء، احنا غير سبب باش ان يعرفوه الناس، ويعرفوا الناس اللي ميسورين والناس اللي عندهم باش يعاونوا. لان كما كان كيقول في الفيديو السابق انه كان كيشرب الماء والسكر باش يحافظ على الطاقه ديالو. عرفتش انا فين عندي المشكل؟ ربما الى طفاليه الهاتف، الى كان ديسارجي التليفون ديالو. نعاود دابا، هو ربما هو غادي يجاوبنا دابا. ديجا نعاودو ليه. عرفتش فين كاين المشكل. المهم كما قلت لكم، شكرا لكم كاملين انكم تجاوبتوا مع هاد السيد هذا، وحاولتوا انكم تنقدوه، لان الا كنا ما كنتعاونوش بعضياتنا، الا كنا اللي عنده ما كيعاونش الضعيف، واللي قوي ما كيعاونش الضعيف، واللي غني ما كيعاونش الفقير. راه لان بحال هذه القضيه ديال هذا السيد، راه اي واحد تقدر توقع عليه، اي واحد تقدر ممكن انه يطيح في نفس المشكل، اي واحد ممكن انه تقطع به الحبل ولا شي حاجه، واي واحد. اذا هو معنا سي شفيق، كمل الكلام ديالك. وي معاك، كنسمعك. الو، الو، السلام عليكم. الو، حتى نقطعوا نعاودوا نتصلوا، مازال عندنا مشكل هنا في دابا. راه كيصوني دابا، يقدر يجاوب. الو، السلام عليكم. كنسمعك دابا، يمكن لك تكمل. كنسمعك مزيان.
الو كنسمعك مزيان. قلت لك سميتو هو بالنسبه للتفاعل ديال الناس الصراحه يعني جاو عندي بزاف ديال الناس بعمر هذا شي المهم كثر اللي دخلوا عندي غادي يكون شي 100 200 دخلوا لعندي وزعما الدعم ديالهم زعما ما شاء الله وتيدعوا معنا وتي الله يرحم لهم الوالدين غير هو وقعوا شي لعيبات ماشي حتى له بحالاش بحال واحد جوج هما صيفطوا لي في واتساب وقالوا لي انت حنا راه ما عرفتش كاع على المدينه اللي قالوا لي قال لي راه بينا التعاون معاك وكذا وكذا وغادي نصيفطوا لك شي حاجه وانا كنت جالس في المطار وعرفت بانه ما عندي حتى حاجه قالوا لي عطوني واحد الكود ديال الواتساب خرجت من المطار مشيت يعني راه بعدا باش نطلب الناس راه $30 باش حيت المطار خارج المدينه $30 باش شد الطوبيس اللي نوصل المدينه بقيت نطلب الى السما في المطار حتى جمعت هذيك $30 قلت زعما راه غادي نوصل مشيت حتى المدينه ساعه الطريق وفي الاخر طلع هذاك الشيء ممنوع والو عطاني واحد الكود مزور ما عرفتش علاش ربي راه شوف كيما كاينين الملائكه كاينين الشياطين راه الناس حجروا طوب كيما كيقولوا كيما كاينين اللي بغاو الخير كاينين اشرار اللي كان الله يهديهم امين وسبحان الله موراها يعني لا غد ليه هاد الجزائري هذا تواصل معاه يعني لا غد ليه تحيه للجزائر كيما كنقولوا خوا برافو على هاد السيد هذا اللي ما بغاش يبان يمكن لك تكمل داكشي اللي كاين دابا هو قال لي غادي يشوف حيت قال لي شنو هما الوجهات اللي ممكن نمشي ليهم انا قلت له كاين مال كومبوج مال اندونيزي قال لي على حسب البيج اللي عنده هو قال لي غادي يشوف شنو هي اللي ارخص فيهم غادي يقد عليا فيها ويصيفط لي اليوم مزيان انا بالنسبه لي غير نخرج من هنا دابا هاد جوج بلدان بجوج نمشي ليهم نقدر نخدم بالنوار نقدر شي حاجه نديبوني اما هنايا مستحيل كاع داكشي اللي قالوا حتى الناس في لي كومونتير قال لكم ان هونغ كونغ صعيب 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 انك تخدم فيها اذا كتمنوا ان المكالمه الثالثه نتصلوا بك ولقاوك انك خدام والامور غاديه مزيان وكل شيء على ما يرام ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يحفظك لي اخويا الله يبارك فيك ومرحبا الناس مرحبا دخلوا لعندي راه يلا دابا يلا بيبداو الفيديو يطرق من اللهجه ديالك راك مراكشي غادي تكون كوميدي ضروري غير الظروف يمكن اللي ما خلاتكش انك يمكن لي نقول الظروف اللي ما خلاتش الابتسامه تبقى على المحيا ديالك وكنتمنوا انها ترجع ودي لنا لي فيديو اللي يكونوا في المستوى نتبعوك كما كنقول الليان ديال لاشين ديالو في الديسكريبسيون بغينا كل شيء بغيت تابونا عنده يساعدوك مساعده ويشوف راه عنده ما يقول لان من لي فيديو الفايتين الطريقه ديال المونتاج والطريقه باش كيصور رغم الظروف رغم كل شيء بيسي مازال معاه التليفون مازال معاه اذا مازال سلاح بين يديه كما كنقولوا كيصور وكيلونسي هادشي كله بتليفون بلا بيسي بلا بيسي برافو عليك تحيه لك الناس اللي كيقولوا خصنا ما نبداوش بحال واحد تلاقيت معاه البارح قلت له ودي بدا راه عندك ما تقولوا هذا قال لي كيفاش نبدا راه خصني بيسي خصني كانون ها انت غير بتليفون ها بتليفون وتصوير ديالو دخلت شوف لي فيديو ديالو كي داير داكشي اللي كاين حيت الواحد الا بيدير شي حاجه راه يديرها دابا باش ما راه الغالبيه شفتهم مثلا في اليوتيوب امريكانيين كاع وهذا كتلقى تيقول لك انا راه بادي بشي حاجه بشويه تصورت باش طورت راسي توصلت اذا كان الامور الجميع وشكرا لك اخويا بزاف راه هادشي زعما ما كانش بغا يوقع كون ما تدخلتي الله يرحم ليك الوالدين لا انا غير سبب الله سبحانه وتعالى هو اللي وقف معاك وكنتمنوا ان الناس كاملين اللي عندهم مشاكل انهم يتواصلوا معنا حنا نقدروا ما عندنا حنا نقدروا نديروا غير بحال هاد الجيست اننا نبينوهم كاينين الناس اللي غادي يساعدوا كاين الناس اللي بغاو يساعدوا ما لقاوش ما يساعدوا لان شحال من واحد باغي يدير الخير وما عرفش فين يدير الخير بحال هاد الناس هادو هذا اكبر خير ان داك الجزائري اللي كنتمناو ليه التوفيق اللي عطانا عبره انه بغى يدير الخير وما بغاش يبان خلينا من دوك الناس اللي كيتصوروا عاطي دانون المسكين ومصور معاها باش غادي يقول لنا راه باغي يدير الخير هذا دارها في الستره وما معروفش كنتمناو التوفيق وشكرا شكرا شكرا بزاف لهذا الجزائري وتحيه للناس الجزائر كاملين اخر كلمه سي شفيق الله يرحم الوالدين وشكرا بزاف ومرحبا بكم عندي ويلا بيبداو طيب بارك فيك يلا حنا غادي نشوفوا اول فيديو ديالك يلا عطينا الجديد
سي شفيق عطينا الجديد. يلا بالتوفيق. يلا الله يبارك فيك. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو، الصراحه فرحانين لاننا ساعدنا هذا الشخص هذا، هذا السيد هذا اللي كان مقهور، وحنا غير سبب درنا الفيديو وقلنا المشكل اللي عنده. جاد الجزائري اللي تحيه ليه، عاونوا قطع ليه البيي باش يمشي للدوله اللي يقدر انه يخدم فيها ويستقر فيها. اذا تحيه لكم كاملين، ما تنساوش تابوناو. السلام عليكم.